السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. تستمر ميليشيا الحوثي في رفض توريد الأموال العامة إلى البنك المركزي، ولا تزال أكثر من نصف موارد اليمن بيدها. في الوقت ذاته تبدو موارد الدولة في المناطق المحررة مجهولة المصير في ظل غياب الرقابة وعجز الشرعية عن التحكم بإدارة تلك المناطق. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش وضع موارد اليمن ومستقبلها في محورين: الموارد في مناطق الانقلاب ومصيرها، ومصير إيرادات الدولة في المناطق المحررة وغياب الرقابة عليها. تمتلك اليمن موارد مالية كبيرة ذهب أغلبها في رياح الحرب والفساد، وفي الوقت الذي ترفض فيه ميليشيا الحوثي تسليم إيرادات المناطق الواقعة تحت سيطرتها، يلف الغموض مصير إيرادات المؤسسات في المناطق المحررة، بينما يعيش اليمنيون في جحيم الجوع والأزمات الاقتصادية وانقطاع الرواتب. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. بعد 3 سنوات من الحرب تبرز للواجهة تساؤلات عدة عن موارد الدولة ومدى استفادة الحكومة اليمنية منها في تطبيع الحياة وتوفير الخدمات للمواطنين. وعلى الرغم من سيطرة الحكومة على منابع النفط والغاز في شبوة ومأرب، بالإضافة إلى تحكمها بميناء عدن ومنفذ الوديعة، إلا أن الحكومة لم تفي بالتزاماتها أمام مواطنيها، على الأقل في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. الرواتب من تلك الالتزامات التي لم تستطع الحكومة الإيفاء بها حتى للذين وضعوا أنفسهم على خطوط المواجهة مع ميليشيا الحوثي، حيث يعيش الآلاف من قوات الجيش الوطني بلا رواتب منذ أكثر من عام. وترجع الحكومة الشرعية عدم تسليمها لرواتب الجيش والمدنيين إلى غياب الموارد، وهو الأمر الذي عده مراقبون هروبا من المسؤولية. كانت الشرعية قد طالبت المبعوث الأممي إسماعيل والدشيخ بالتدخل بشكل عاجل من أجل الضغط على الإنقلابيين لتوجيه موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات، لتتمكن من الإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه المدنيين ومؤسسات الدولة. لكن التساؤلات تبقى بلا إجابة عن أسباب عجز الحكومة عن إدارة المناطق المحررة فضلاً عن التحكم بإيراداتها، فيما يظل مصير موارد المؤسسات في طي المجهول. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع السكرتير الإعلامي لرئيس الوزراء غمدان الشريف. مرحباً بك أستاذ غمدان. أهلا وسهلا أخي العزيز، عليك وعلى جميع المشاهدين. ربما الكثير يتساءل أستاذ غمدان عن مصير موارد الدولة خلال 3 أعوام، أين تذهب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال سبق وأن تم الإجابة عليه، وأنا أؤكد لك هنا أن الحكومة حين عادت إلى عدن في 3 يوليو 2016 وجدت تركها مفجمة بالصعوبات والعراقيل الكبيرة. كانت إيرادات الدولة تذهب إلى الميليشيات الإنقلابية داخل صنعاء حين كان يتواجد البنك المركزي فيها، كانت جميع الإيرادات تذهب إليها. عملت الحكومة حتى تاريخ 17 سبتمبر 2016 بنقل عمليات البنك المركزي. ماذا تحقق؟ تحقق الكثير. الحكومة اليوم تدفع مرتبات الموظفين المدنيين في جميع المحافظات المحررة دون استثناء. الحكومة اليوم هناك مؤسسات يتم بناءها أو تم إعادة بناءها من الصفر، واليوم الحكومة تديرها من هذه المحافظات. حين نتكلم عن الاقتصاد اليمني فهو يعتمد 75% على النفط. النفط اليوم لا زال متوقف وغير لماذا متوقف؟ نعم، لماذا لم يتم يعني إعادة تصدير النفط والغاز وهي كلها مناطق محررة وتخضع للشرعية؟ أخي العزيز، حتى يتضح للمشاهد الكريم أن النفط هو في المحافظات المحررة، ولكن المصب الذي يتم منه التصدير ل 75% من هذا النفط هو في رأس عيسى عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية والتي ترفض إلى يومنا هذا التصدير. لذلك الحكومة تصدر فقط نفط بترو مسيلة الذي يقدر ب 35 مليون دولار شهريا، وتكاد هذه تغطي شراء المشتقات النفطيه للعاصمه المؤقته عدن وما جاورها وكذلك محافظه حضرموت
وإيفاء بالتزامات مستحقات الطلاب المستعفين، مع وجود عجز 50% من هذه، ولكن الحكومات تبذل كل الجهود. بخصوص الإيرادات المحلية لهذه المحافظات، من خلال هذه الإيرادات يتم صرف مرتبات الموظفين المدنيين. الحكومة خلال عام ونصف عملت على إعادة ترميم بعض المقرات الحكومية، وكذلك بيوت المواطنين المتضررة، كذلك الطرقات، وقامت بعمل طيب. تنمية. اليوم العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المتحررة تشهد تنمية بالإمكانيات المحدودة، لذلك الحكومة بذلت جهود كبيرة. نبقى في موضوع الموارد أستاذ غمدان، موضوع الموارد. إذن ماذا عن الموارد الأخرى، سواء عبر الموانئ أو المنافذ البرية والبحرية، أين تذهب؟ أكدت لك أخي العزيز أن لدينا موارد محلية عبر موانئ عدن وكذلك منتدى الوديعة، هي تغطي مرتبات الموظفين المدنيين، وكذلك هناك إيرادات محلية. الإيرادات المحلية تسلم للسلطات المحلية وتدخل في إطار المشاريع التنموية التي عملت بهذه المحافظات المحررة، وهي موجودة يعني واضحة لدى الجميع. هناك تقرير مالي سيتم نشره بكل التفاصيل، ماذا أعدت الحكومة خلال عام ونصف، ماذا دخلت الحكومة من إيرادات. الحكومة حين تأثر وحين عادت إلى دفعات حكومة الدكتور أحمد جبيد بن دغر أبصر، لم ترى ريالا واحدا في البنك المركزي. هي نقلت عمليات بنك المركزي ولم تنقل الأموال، ورفت صفر من الأموال، لذلك بدأت بالتأسيس وبدأت بالطبع. لكن هناك من يقول أستاذ غمدان، هناك من يقول بأن ربما جزء كبير من هذه الموارد، سواء من المنافذ البحرية والبرية التي تخضع للشرعية، تذهب لصالح متنفذين في الحكومة الشرعية أو في السلطة الشرعية بشكل عام. أخي العزيز، اليمن دخلت في حرب ظلامة همجية شنتها الميليشيات الإنقلابية، دمرت كل مؤسسات الدولة. إعادة بناء مؤسسات الدولة لا يتم في يوم وليلة. الحكومة بذلت كل الجهود لمحاربة الفساد، لتوحيد الإيرادات. أكد لك أخي العزيز أن الإيرادات نحن حاولنا في الحكومة قدر استطاعة وتوجيهات ومتابعة فخامة الرئيس إلى تسخير هذه الموارد إلى البنك المركزي، ولازلنا نسعى إلى ذلك أخي العزيز، ومحاربة الفساد بكل أنواعه وأشكاله. والحمد لله استطعنا بذلك تحديد نوع ما. خلال عام 2018 هناك موازنة وهناك خطة استراتيجية أعدتها وزارة المالية بالتنسيق مع مدراء فروعها في محافظات المحررة. إن شاء الله هذه الموازنة والعمل الجاد والعمل الثابر سيجدي إلى جمع هذه الأموال وعدم التسيب أو ضبط المخالفات الغير قانونية. أخي العزيز، بطبيعة الحرب أوجدت هذه النتائج. هناك مخالفات في الجمارك، هناك مخالفات في الضرائب، نعترف بذلك ونحن نحارب هذه الأشياء، هذه وندركها بكل الحزم والقوانين، بحيث أن تصب لصالح الدولة حتى يستفيد منها المواطن. ولكن الحمد لله تجاوزنا 75% من هذه الصعوبات. لدينا أشياء بسيطة، إن شاء الله خلال عام 2018 ستشهد تغيرا كبيرا وتحولا في هذا الإطار. وهناك متابعة من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء الذي يسعى لبذل المزيد من الجهود. ونحن اليوم إذا نظرنا إلى الأرض لوجدنا أن اليوم الذي تحقق المحافظة عدن والمحافظات المحررة أكثر بكثير مما كانت عليه قبل عام ونصف، وأنتم شاهدون على ذلك. طيب أستاذ غمدان، يبقى معي يشارك معنا في الحديث الصحفي علي الفقيه من القاهرة. مرحبا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا أستاذ علي. كيف تقيم وتتابع استغلال الحكومة الشرعية للموارد الخاصة بالدولة، وأيضا عدم متابعة وشد الخناق على الانقلابيين فيما يخص الموارد التي لا زالت الميليشيا تسيطر عليها؟ تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. أعتقد أنه لا تزال الحكومة تواجه إشكالية كبيرة فيما يتعلق بالإيرادات وإصلاح الأوعية الإيرادية عموما والاستفادة من الموارد الموجودة. لا يزال هناك هدر كبير للموارد، لا يزال هناك ركود وعدم استغلال، عدم تفعيل للمنافذ البحرية والبرية والجوية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. للأسف الشديد ميناء عدن الذي يفترض أن يكون يعني بمثابة ثروة مستقلة، ولا يزال إلى اليوم أداؤه ضعيف
ودون المستوى المأمول. ولو قارنا حركة ميناء عدن مع ميناء الحديدة الذي لا يزال تحت سيطرة الميليشيات، نجد أن ميناء عدن لا يعني لا يرقى إلى مستوى المنافسة بالشكل المطلوب، كما هي سمعة ميناء عدن وقدرته الاستيعابية، وأيضا وضعه كمورد معتاد أو كميناء أول للبلد، بالإضافة إلى غيره من الموارد. لا تزال الحكومة خلال الفترة الماضية اعتمدت على بشكل كبير على ما تم طباعته من نقود جديدة والتي تم إيصالها إلى عدن، وصرفت معظمها على الرواتب، وأصبحت الدورة المالية نصف دورة فقط، تذهب الأموال تخرج الأموال من البنك ثم لا تعود. يعني استخدمت المليارات التي طبعت في روسيا ونقلت إلى عدن لصرف مرتبات الموظفين المدنيين في المحافظات الجنوبية، وعندما تذهب هذه الأموال تخرج من البنك ليس هناك آلية واضحة ومضبطة لاستعادة هذه الأموال لتكون الدورة المالية مكتملة، يعني ذهابا وعودة للأموال من وإلى البنك المركزي. وبالتالي لاحظنا ما تتعرض له العملة الوطنية من تدهور كبير، لأنه ليس هناك حركة مالية كاملة، بالإضافة أيضا إلى الدور القاصر والضعيف أو شبه الغائب للبنك المركزي الذي يفترض أنه هو الذي يصنع الرؤية المالية، وهو الذي يشرف ويضع المعالجات لوضع العملة. محافظ البنك ونائب محافظ البنك مقيمون في عمان منذ تعيينهم تقريبا بشكل شبه دائم باستثناء زيارات متقطعة إلى عدن أو إلى الرياض. هناك من يعبث بالوضع المالي، اليوم الدولار يتجاوز حاجز 5% أمام العملة المحلية، وهذا انهيار كبير للعملة سيترتب عليه تدهور الأوضاع المعيشية والمالية للناس. يعني الموظف الذي كان يستلم راتب 50,000 ريال كان هذا الراتب يوازي 200 دولار، اليوم 50,000 توازي فقط 100 دولار، يعني أن راتبه انخفض تلقائيا إلى النصف. هذا من لديهم رواتب، ما بالك بمن ليس لديهم مرتبات، خصوصا في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية الذين لم تصلهم أي رواتب لا من الحكومة الشرعية ولا من طيب. يعني حكومة الانقلاب. طيب أستاذ علي، ذكرت أنت نقطة في غاية الأهمية، عدم اكتمال الدورة المالية للبنك المركزي ذهابا وعودة حتى يتم استثمارها بشكل مطلوب. وأوجه هذا السؤال للأستاذ مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من القاهرة. مساء الخير أستاذ مصطفى. إذن ربما فقدنا الاتصال بالأخ مصطفى. أعود لك أستاذ علي، كنا تحدثنا أيضا الخلل هل هو يكمن في عدم يعني قدرة الحكومة الشرعية على ضبط وإيقاع الدورة المالية واستغلال كل الموارد، أم المتنفذين لا زال لهم يعني يد طولة ولا تستطيع الحكومة الشرعية أن توقف العبث الذي يقومون به، سواء في يعني استغلال جزء كبير من هذه الموارد لصالحهم أو عدم ضبط منظومة الدورة المالية في البنك المركزي وغيرها من إيرادات الدولة؟ هو عندما بشكل طبيعي عندما تكون أداء الحكومة ضعيفا، أو عندما تغيب الحكومة ويغيب المسؤولون الحكوميين، بالتأكيد يحضر المتنفذون، تحضر العصابات وتضيع الإيرادات. يعني أنه الفراغ، أو كما يقول مثلا الشعبي، المال السائب يعلم السرقة. يعني أنه تتيح المجال لكل من لديه قوة، كل من لديه نفوذ، أن يسطو على موارد الدولة. هناك من لا يزال يجبي الضرائب إلى جيبه، هناك من لا يزال يسيطر على منافذ بحرية ويعني يستولي على إيراداتها، هناك يعني عبث وتبديد للمال العام بمختلف الأشكال. لكن في حال حضرت الحكومة ولديها آليات واضحة ولديها يعني مسؤولين حاضرين بشكل دائم في متابعة أداء الأجهزة التي يشرفون عليها، سنلاحظ هذه المظاهر تتلاشى، وسنجد أن الجانب المالي للحكومة يستعيد عافيته، ونجد أن الحكومة قادرة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين وتجاه المناطق التي هي تدير يعني العملية التنموية فيها. نعم. طيب أستاذ علي، عاد إلينا الأستاذ مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. نرحب بأستاذ مصطفى، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ مصطفى. هل فعلا هناك خلل في العملية المالية كما تحدث الأستاذ علي الفقي، بأن هناك
يعني الحكومة يعني طبعت مليارات الريالات في اليمن لكنها لا تستغلها بالصورة المطلوبة، هذه الأموال تصل تصرف للناس ثم لا تعود إلى البنك المركزي ولا تستغل، ولذلك فهي دورة مالية غير مكتملة وتنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى العملة الوطنية، وهذا ما لاحظناه من ارتفاع العملة الوطنية أمام الدولار، الآن تتجاوز 500 ريال للدولار الواحد. شكرا جزيلا لك والمشاهدين الكرام. في الحقيقة أنه هناك إشكالية كبيرة فيما يتعلق بإدارة الشأن الاقتصادي عموما، وإذا جينا إلى مسألة موضوع الإيرادات أو موضوع النفقات هناك إشكالية كبيرة، سواء كان فيما يتعلق بآليات الآن آليات جباية هذه الإيرادات، وهل انتظمت عملية جباية هذه الإيرادات وأصبحت تحت سيطرة الحكومة، وأيضا يعني هناك آليات واضحة لجباية هذه الإيرادات سواء كانت إيرادات ضريبية أو جمركية أو رسوم وغيرها، و يعني موضوع تحسين ما يسمى بتحسين الأوعية الضريبية والجمركية وتحسين الإيرادات بشكل عام، إذا يعني للأسف حتى الآن لم يتم أو لم تدخل حتى الآن إلى البنك المركزي ولم وليست واضحة الأوعية أوعية الإيرادات بشكلها الطبيعي في إطار المحافظات المحررة سواء كان في عدن أو في حضرموت أو في مأرب أو في غيرها من المحافظات الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة. هذا جانب فيما يتعلق بالإيرادات. وما يتعلق بالنفقات أيضا هناك إشكالية كبيرة بأنه لا توجد آلية واضحة لعملية أو برنامج واضح بناء عليه يتم عملية الإنفاق، وبالتالي أيضا عملية الرقابة على مسألة الإنفاق، لأنه كما تعرف يعني لابد أن يكون لدى الحكومة برنامج عمل أو نعم يعني برنامج مقر، وهذا البرنامج أستاذ مصطفى نعم معذرة على المقاطعة، أفهم من نعم كلامك بأن ربما الحكومة الشرعية تتعامل مع يعني الوضع المالي بطريقة عشوائية غير مرتبة غير واضحة المعالم. واضح ما دام أنه لا توجد موازنة عامة، وأيضا لا يوجد تفعيل للمؤسسات الرقابية على أداء هذه المؤسسات، الأرقام الصرفيات غير معلنة، وأيضا الحساب الختامي للفترة الماضية أيضا لم يعلن، هذا كله مؤشر على أن هناك إنفاق طبعا عشوائي، إنفاق لا يستند للمعايير والقواعد سواء كانت المالية أو قواعد ومبادئ الشفافية والحكم الرشيد. أوجه هذا المعلومة للأستاذ مصطفى، أوجه هذا المعلومة للسكرتير الإعلامي رئيس الوزراء الأستاذ غمدان الشريف. أستاذ غمدان، إذن لم تحدد ربما معظم الموازنة العامة بصورة واضحة وشفافة للعام 2018، وهذا ما يترك المجال للفساد والتلاعب بإرادة الدولة وأيضا نفقاتها. أولا أحب أن أؤكد لك أخي العزيز أن الأموال التي طبعت في روسيا والتي سعت إليها الحكومة لطباعتها هي من أجل شحة السيولة التي كانت متواجدة في السوق، وكذلك هي لتغطية مرتبات الجيش والأمن فقط، أما بالنسبة لمرتبات الموظفين المدنيين فهي تصرف من الإيرادات المحلية، وبخصوص المشتقات النفطية التي يتم بيعها من بترو مسيلة هي كما ذكرت لك 35 مليون دولار، وهي موضحة لدى وزارة المالية وإمكان الجميع الاطلاع عليها، وهي تذهب لشراء هذه المشتقات. بالعكس المشتقات النفطية تكلف الدولة 45 مليون دولار شهريا، هناك عجز كبير، كذلك في المستحقات الطلاب المبتعثين، ولدينا ديون خارجية من قبل عام 2011 التزمنا بدفعها حين نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن. أخي العزيز، الحكومة إذا لم يكن لديها خطة وآلية محكمة لما استطاعت أن تدير الدولة وأن تصرف مرتبات المدنيين والموظفين في جميع المحافظات. إذن كيف تفسر انهيار العملة أستاذ غمدان؟ إذا كانت الحكومة تملك الجرعة في إدارة الوضع المالي، انهيار العملة بهذا الشكل المخيف والذي يتوالى كل يوم كيف تفسر؟ أخي العزيز،
أخي العزيز، الإجراءات التي اتخذتها الميليشيات الإنقلابية وهي كما نعلم أنها نحبت 400 مليار ريال بختها إلى داخل السوق هذه الأيام وقامت بشراء الدولار من هذه الأسواق. المحافظات التي تحت سيطرة الإنقلابيين هي مكثفة بالسكان أكثر من المحافظات المحررة، لذلك الخلل هو يأتي من المحافظات التي تحت هو من الميليشيات الإنقلابية وليس من الحكومة الشرعية. هناك 5.2 مليار دولار تم إهدارها. سبب تدهور العملة هي تكمن في سياسة الميليشيات الإنقلابية في عدم إيرادها إلى الإيرادات إلى داخل البنك المركزي، عدم اكتمال الثورة المالية. الميليشيات الحوثية إلى يومنا هذا تسيطر على 60% من الإيرادات، تسيطر على المصانع، على الاتصالات، على أكثر الإيرادات تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. الحكومة الشرعية لا تحصل على سوى على 40% من الإيرادات مقارنة بالميليشيات الحوثية. أخي العزيز، من المعيب أن نحمل الحكومة الشرعية هذه انتهاكات سياسة الميليشيات الحوثية. الحكومة الشرعية مسؤولة. إذن من نحمل إذن؟ أستاذ غمدان، من نحمل؟ أنتم الحكومة الشرعية، يعني الشرعية للبلد، من نحمل ومن نحدد ومن نتكلم عن هذا الموضوع؟ نحن مسؤولين أخي، نحن لا نتحمل مسؤولية الانتهاكات التي تكون بها الميليشيات، ولكن نحن مسؤولين أمام شعبنا أن نعمل بكل الطرق على ضبط تدهور العملة. وهناك اجتماع من أعلى المسؤولين، فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الرب المنصور هادي صباح هذا اليوم بقيادة البنك المركزي ووزارة المالية، وصدرت توجيهات للحكومة بالعمل على ذلك، ولكن نحن نعيش في بلد. طيب لضيق الوقت أستاذ غمدان، لضيق الوقت سؤال أخير فقط. الآن هذا التدهور اللي حصل في العملة الوطنية وتراجعها أمام الدولار، انهيار شكل كبير جدا إرادة الدولة، الآن مستقبلا هل هناك خطة لدى الحكومة الشرعية لإيقاف هذا التدهور الكبير واستغلال كل موارد الدولة بالطريقة المثلى التي تنعكس على الناس؟ كما تعلم الجيش الوطني إلى الآن بلا رواتب أكثر من 6 أشهر. نعم أخي العزيز، هناك خطة معدة وسوف تعلن خلال الأيام القليلة القادمة، بما هي عبر موازنة عام 2018 التي وسينشر مع هذا تقرير مالي سيوضح فيها حجم الإنفاق في عام 2016 وكذلك حجم الإيراد. سيكون هناك تفاصيل كاملة سيتم عرضها على الشعب اليمني كاملا، وهذا توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغل لوزارة المالية. سيتم إفصاح عن كل ريال دخل إلى خزينة الدولة وعن كل ريال خرج منها إلى أين ذهب. سيكون هناك تفعيل للرقابة، تفعيل أجهزة الرقابة، وكذلك تفعيل الدور المالي والمؤسسي. هذا ما نتمناه أستاذ غمدان، نتمنى إن شاء الله أن نرى هذا التصريحات وهذا الكلام يتحول ويترجم إلى أرض الواقع. شكرا جزيلا لك السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء غمدان الشريف، وأعود للأستاذ علي الفقيه. أستاذ علي، أيضا لو تحدثنا عن موقف المجتمع الدولي من الوضع المالي وعدم الضغط على الميليشيا ب يعني توريد الموارد للحكومة الشرعية وتلافي الانهيار الاقتصادي الكبير الذي سيطال اليمن. في هذا الجانب يختلط السياسي بالاقتصادي بالإنساني، وبالتالي لا يعول كثيرا على الموقف المجتمع الدولي، لأنه نحن نعلم جميعا بأن موقف المجتمع الدولي يأتي تابعا لما هو موجود على الأرض. من كان قوي على الأرض ومسيطر وباسط سيطرته، الموقف الدولي يأتي فقط ليتعاطى مع ما هو موجود على أرض الواقع ولا يمنحك أكثر مما تمنح نفسك. إذا كنت لديك قدرة ولديك قوة ولديك آليات يعني وخطط أيضا تستطيع تنفيذها، هو سيأتي وسيدعم. وهذه بالرغم أنها إصابة ولم يعترف بها أحد، وهو انقلاب والجميع يتحدث عنه كانقلاب، لكنهم يسكتون عن هذه الممارسات على اعتبار أنها أمر واقع. يعني تأتي لتحدثهم مثلا عن ميناء الحديدة الذي يعتبر واحد من أهم المنافذ الإيرادية للبلد، ويضخ لخزينة الميليشيات مليارات الريالات بشكل شهري، لكنه الجانب الدولي أو الجانب الأممي يربط ميناء الحديدة بالجانب الإنساني، لأنه يقول لك هذه الميناء تشكل شريان لثلثي السكان في اليمن، تمدهم بالمواد الغذائية وأيضا تصل عبرها المساعدات الإنسانية. والحديث عن إغلاق أو عن يعني مهاجمة هذا الميناء أو تحويله إلى منطقة حرب سيدخل
جزء كبير من الشعب في مجاعة، وعندما يتحدثون بهذه اللغة تبدو يعني حديثهم منطقيا لأنه يأتي من الزاوية الإنسانية التي لا يستطيع أن يجادل فيها أحد. لكن إذا كان لديك رؤية تستطيع أن تحول نشاط هذا الميناء، مثلا لو أنك فعلت ميناء المخاء الذي تم السيطرة عليه قبل صحيح. حوالي عام صحيح. ونقلت أنشطة ميناء الحديدة إلى ميناء المخاء، في هذه الحالة بالفعل أستاذ علي نعم أبعدت العذر الذي تذرع. أشكرك لضيق الوقت. نعم أشكرك جزيل الشكر الصحفي علي الفقي، كنت معنا من القاهرة. وعودة أخيرة للأستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. أستاذ مصطفى، من يعني أنتم مهتمون بصورة كبيرة بالشأن الاقتصادي في اليمن، يعني الحلول التي لو عملت الحكومة الشرعية عليها ربما لتلافت الكثير من المشاكل الآن الحاصلة في الوضع الاقتصادي والمالي لليمن. بكل تأكيد أنا في الحقيقة يعني أرحب بما طرحه الأخ غمدان في موضوع الإعلان عن حساب ختامي لصرفيات الحكومة للفترة الماضية، وأيضا ضرورة ونشد على أيديهم في ضرورة أن يكون هناك موازنة عامة للدولة 2018 واضحة ومعلنة للشعب كما قال، ونامل أن نرى هذا واقعا لكي يتم فعلا تقييم أداء الحكومة خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى تفعيل الأجهزة الرقابية لعملية هذه الصرفيات التي تتم. وبكل تأكيد يعني هناك ظرف استثنائي تمر به اليمن، يحتاج أن يكون هناك أداء استثنائي، ويحتاج أيضا أن يكون هناك خطة استثنائية بمعنى ورجال استثنائيين أيضا وإدارة استثنائية. هذا الاستثناء أيضا يعني أقصد يتطلب أن يكون هناك حلول عملية وسريعة وفاعلة. البنك المركزي لابد أن يفعل أداءه، المؤسسات الإيرادية لابد أن تفعل أدواتها ميدانيا، المؤسسات الحكومية لابد أن توجد على الأرض وتبدأ نشاطها في تقديم الخدمات للناس. من غير يعني المنطقي أن يتم يعني الإنفاق بطريقة عشوائية في ظل أن البلد في حالة حرب، وبالتالي يعني الناس في أمس الحاجة إلى إدارة حقيقية وجادة وشفافة حتى تستطيع أن تكتسب الثقة وأن تعزز وتقلل من حجم المخاطر الكبيرة. الآن انهيار الريال مقابل الدولار والعملات الصعبة هذا يشكل كارثة كبيرة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن البسيط الذي يجد الآن أنه لا يستطيع بما يمتلكه، سواء كان من دخل محدود أو ما تبقى من سواء كان مساعدات أو من غيرها، لا يستطيع أن يشتري الحاجات الأساسية التي ترتفع ارتفاع مهول، لأنه معظم الاستيراد هو بالعملة الصعبة. نعم أستاذ مصطفى، نعم سؤال نعم. أخير فقط، هل تتوقع بأن الدولار أمام العملة المحلية سيستقر عند هذا الرقم أم سيستمر في التدهور؟ ارتباط الدولار بكل تأكيد هو يرتبط بموضوع الإجراءات والخطوات التي ستتبع من خلال الحكومة، أيضا من خلال تعزيز قدرات البلد في العملة الصعبة. لحد الآن لا توجد موارد للبلد بالعملة الصعبة باستثناء موضوع الصادرات النفطية، وما زالت تورد إلى حساب يعني خارج البلد، وأيضا موضوع التحويلات المغتربين وما يتم من أيضا تحويلات للمساعدات الإنسانية. يتطلب الأمر أيضا هناك جدية من قبل الحكومة في معالجة هذا الملف، التخاطب مع دول التحالف ومع أيضا دول العالم الصديقة اليمن بتقديم دعم للبنك المركزي خلال المرحلة القادمة، بتقديم سواء كان عبر وديعة أو غيرها. هذه متطلب أساسي لكي تثبت سعر الريال مقابل الدولار عملات الصعبة. أيضا لابد من إجراءات واضحة بعودة الثقة في النظام المصرفي الذي يعني خرجت الدورة المالية من القطاع المصرفي إلى الصرافين وإلى المضاربين وغيرها، وبالتالي عودة الدورة المالية هذا مرتبط بتعزيز أداء البنك المركزي واستعادة الثقة مع البنوك للسيطرة على وضع العملة، وبالتالي عملية الاستيراد استيراد السلع الأساسية وغيرها. نعم. هذه تحتاج إلى جهد كبير وجهد فعلا جاد، يجب على الحكومة أن تقود هذا الجهد بالدرجة الأولى.
شكرا جزيلا لك رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الأستاذ مصطفى نصر، وكذلك الشكر للصحفي علي الفقيه كنت معنا من القاهرة، وأيضا الشكر للسكرتير الإعلامي لرئيس الوزراء غمدان الشريف. ختام الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.